الله اخي الكريم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسمك لو سمحت، اسمك الكامل. محمد معاذ واني من الظفراني. حياكم الله يا مرحبا. شرفتونا وانست. ما اشعرك الان بالمشروع العملاق حقنا وحقكم، هذا كله مشروع للجميع يعني. الله نشكر الاخوه التجار واللي بادروا وفعلوا الخير، ونشكر فاعلين الخير من ابناء جبل مطحن وجميع فاعلين الخير. وعندي بيتين بعض الابيات من الشعر بقولها. ما شاء الله، بسم الله، تفضل تفضل. اقول مرحبا الف حيه والمليون مرحب، عندما طه طاير في جبل مطحن وطار، هاجس اليوم اطلق وزن شعري واضرب لا جبل مطحن واهله لا كبيره والصغار. اول ابدا احيي من يسمى المقبب، ذي يدق الارض يطحن ياكل اسمام الصخار. الله الله الله. كل تاجر من رجاله ما بخل او تخيب، جاب من راس ماله لو يكن حتى الضمار. والمواطن تبندر قال دق لا تسيب، شل ارضي ومالي ادهم انواع الحرار. حرار. اطحن الارض واكبس كل بركه ومشرب، لاجل مشروع قادم يزهر الدنيا ازدهار. ازدهار. هذه هي الرجاله، كل واحد جاب يطلب ما يبالي بارضه والبيوت ثم الحجار. حجار. الف شكري يصلكم ما نسايم تذهب في وصاب البهيه بالمناظر والخضار وسلامتكم. شكرا، حفظك الله ورعاك، وارجو المشاركه دائما. لا تاكل مره واحده وخلاص، بكره تعود الينا بعد.